لما تتكلم على مدرب يقول أنا غير مهتم، هذه من أسوأ التصريحات اللي قالها مدرب اتحادي خلال الفترة الماضية. الحين تتوقع الجمهور يشخصنها مع المدرب العام؟ أصلا مشخصنها. لا 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 لا, لا 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 اللي قبل التصريح شيء وبعد التصريح ممكن يكون شيء ثاني؟ أتوقع والله أتوقع ولا أتمنى، لكن إنه الجمهور يعني يستقبل هذا التصريح ما أعتقد إنه حيستقبله بصدر رحب. والاتحاد المعروف عن نادي الاتحاد وقف جماهيره مع الفريق في السراء والضراء. اليوم لما أنت يعني يغيب الحديث المنطقي التواصل الطبيعي اللي بين إدارة فريق وبين جمهور من الجماهير الكبيرة في المملكة، ما في لغة تواصل موجودة، حتى تواصل الرئيس ونائبه في مواقع التواصل ما يتم أصلا إلا في وجود نتائج جيدة، وما جاوب أبدا على أي ملاحظة من بداية الفترة وحتى الآن.